بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الحج في القرآن. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات الكرام حجاج بيت الله الحرام. نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة الحادية عشرة من برنامجكم الحج في القرآن، الذي نتفيأ وإياكم فيه ظلال آيات الكتاب العزيز التي جاءت على ذكر الحج في القرآن، ليتولى ضيفنا حفظه الله تفسيرها وبيانها وبيان ما اشتملت عليه، مرحبين باسم مخرج البرنامج وباسم كافة فريق العمل وباسمكم كذلك بضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات دعاء إبراهيم عليه السلام، قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة. في البقرة قال اجعل هذا بلدا آمنا، لأنه لم يكن هناك بلد في ذاك الوقت، فلما تكون البلد قال رب اجعل هذا البلد، لما صار بلد فأل فيه هنا للعهد، البلد المعهود، اجعل هذا البلد آمنا، آمنا من الخوف. فاستجاب الله دعوته وأمن هذا البيت ومن دخل فيه، فلا يهيج فيه أحد حتى يخرج منه، حتى المجرم إذا كان جرمه من خارج الحرم ثم دخل في الحرام فإنه لا يهاج حتى يخرج، يضيق عليه حتى يخرج. وأما من وقع فيه الإجرام في الحرم فإنه يقام عليه الحد في الحرم، فإن قاتلوكم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. اجعل هذا البلد آمنا، ثم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا خطر عظيم، وهو عبادة الأصنام. إبراهيم هو الذي كسرها بيده وعذب بسبب ذلك وألقي في النار بسبب ذلك، ومع هذا يخاف على نفسه، لأن الفتنة لا يأمنها أحد، لا يأمنها أحد، حتى إبراهيم لم يأمنها على نفسه. قال بعض السلف ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ الإنسان لا يزكي نفسه ويقول أنا ما علي وأنا عرفت التوحيد وأنا في بلاد التوحيد، لا يزكي نفسه ويأمن من الفتنة، الإنسان لا يأمن من الفتنة. وأعظم الفتنة عبادة الأصنام. وجنوبني وبني، وهذا فيه مشروعية الدعاء للذرية أيضا، فالإنسان يدعو لوالديه ويدعو لذريته ويدعو لإخوانه المسلمين. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالأصنام كل ما عبد من دون الله فهو، وهو على صورة، على صورة حيوان فهو صنم، وما عبد من دون الله على غير صورة حيوان فهو وثن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالأوثان ما عبد وهو على غير صورة، والصنم هو ما كان على صورة حيوان أو آدمي أو غير ذلك. واجنبني، وقد يطلق الصنم ويراد به الوثن، ويطلق الوثن ويراد به الصنم أيضا. ثم بين العلة في هذا والحذر في هذا الحذر: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا كثرت الفتنة الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع فيها، تجره كما جرت غيره، فالإنسان يخشى من الفتن لا سيما عند كثرتها وانتشارها. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم قال عليه السلام فمن تبعني فإنه مني، على ملتي وعلى ديني، وأنا أتولاه وهو يتولاني بالمحبة والنصرة، ومن عصاني هذا فوض أمره إلى الله.
فإنك غفور رحيم. فوض أمره إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هل لنا أن يعني نقف مع أمر مهم عن تحقيق الأمن في هذا البيت العتيق بكافة صوره؟ نعم، من دخله كان آمنا. قال أسأل المفسرون أمنوه، آمنا يعني أمنوه. ولذلك تسعى الحكومة وفقها الله بضبط الأمن في هذا البلد الذي يجتمع فيه المسلمون من كل جهة، تجتهد في هذا وتجند لها طاقاتها، وهذا مما تشكر عليه ومما يشكره الله لها ويشكره الناس أيضا. فهذا جهد عظيم. اجعل هذا البلد آمنا، فهذا فيه أن ولاة الأمور يقومون بحفظ الأمن وهم قائمون بذلك ولله الحمد. لكن نسأل الله أن يمدهم بنصره وإعانته وتوفيقه. اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم إنه عليه السلام مستمر في دعائه. نعم. أحسنتم. في دعاء إبراهيم عليه السلام الخليل الموحد عليه صلوات الله وسلامه عليه يتبين خوفه عليه السلام من الشرك وسؤال الله تعالى أن يثبته وذريته على التوحيد. هل لنا أن نجلي للمشاهد الكريم والحاج وغيره سبل تحقيق هذا التوحيد وثمراته؟ نقول للحجاج عموما، عليكم بحفظ حجكم وعمرتكم وسائر أعمالكم من الشرك والبدع، لأن هناك من يحج وهو يدعو غير الله، هذا لا ينفعه حجه إلا إذا تاب إلى الله عز وجل. ومنهم من يحج وهو لا يصلي، ضيع للصلاة، هذا لا يصح حجه، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله. فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، كما في الحديث. فنوصيهم بهذين الأمرين الخطيرين، نوصيهم بتجنب المحرمات دائما وأبدا، ولزوم الطاعات، حتى يكون حجهم مبرورا سعيهم مشكورا، ويرجع كيوم ولدتهم أمهاتهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعليهم أن يتنبهوا لهذا. من الحجاج من يأتي ولا يجلس في المسجد الحرام، وإنما يذهب إلى المزارات وإلى البدع والمنكرات، ويظن أن هذا يقربه إلى الله، وهو يبعده من الله عز وجل. فالحاج يحفظ دينه، ويحفظ أول شيء عقيدته، ويحفظ عبادته من البدع، ويلتزم بطاعة الله عز وجل. وأما من حج وهو متلبس بهذه الأشياء ومقيم عليها، فإنه يتعب بلا فائدة. نعم. كذلك ربما اشتملت يظهر المعنى من الآيات فضيلة الاتباع، اتباع الموحدين والأنبياء. فمن تبعني فإنه مني. نعم. فمن تبع الأنبياء والصالحين فهو منهم ويلحق بهم. ويوسف عليه السلام يقول ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالواجب أن الإنسان يتبع الصالحين ويقتدي بهم ويسير على منهجهم. ولهذا قال الله جل وعلا في الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين بإحسان وإتقان ومعرفة وعلم، هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
لعلنا نقف أحسن الله إليكم على المعنى الذي ختمت به الآية كذلك في قوله عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم، هل يشرع لكل من اقترفت يداه من الخطايا أن يستغفر الرب الغفور الرحيم؟ هذا بلا شك أن كل من أذنب يجب عليه الاستغفار من أي ذنب كان، ولكن أن يستغفر له يدعى له بالمغفرة هذا فيه تفصيل. إن كان مشركا فلا يجوز الاستغفار له، قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأما إذا كان الذنب دون الشرك فإنه يستغفر للمذنب ويدعى له بالمغفرة. نعم، أحسن الله إليكم. لعلنا نختم بتوجيه عام ربما نقتبسه من الآية حول دعاء الخليل عليه السلام، ثم قال إن ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، توجيه عام حول اعتزال مواطن الفتن، مواطن التي ربما يكون الإنسان فيها زلل أو خطأ أو شرك أو. نعم، إذا كثرت الفتنة وانتشرت فإن خطرها يكون أعظم، وحينئذ يجب على المسلم أن يحذر منها ويشتد الخوف منها، كما خاف إبراهيم عليه السلام لما كثرت عبادة الأصنام أن يتأثر هو وأتباعه بهذا، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما في الأثر، فالإنسان عرضة للفتن، فعليه أن يتجنبها. أولا عليه أن يعرف السنن ويعرف البدع حتى يلتزم بالسنن ويجتنب البدع، أما الجاهل فقد يقع في الفتن وهو لا يدري ويحسبها طيبة، وهذا من شؤم الجهل وعدم العلم. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وشكرا لكم هذا البيان. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم الحج في القرآن، نواصل إن شاء الله وإياكم في الحلقة القادمة إتمام هذه الحلقات وهذه الآيات. الشكر في ختام هذه الحلقة ممتد إلى كافة الزملاء فريق العمل وإلى ضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فشكر الله لمعاليه هذا البيان. هذا يزيد الهريش، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.